السلام عليكم إخواتي أخواتي متابعي قناة صحة غذائي، القناة التي تهتم برفع المستوى الوعي الغذائي والصحي. اليوم إن شاء الله نشوف في إطار سلسلة الأعشاب الأكثر استعمالا وتداولا، نشوف اليوم إن شاء الله عشبة نستعملها كثيرا وهي عشبة الماء الدوش، والتي ينحصر استعمالها في المغرب كمنكه في الشاي. أول شيء، أولا سنتعرف على هذه العشبة. إذا ما هي عشبة ماء الدوش؟ السلام عليكم خواتي إخواتي، اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على عشبة معروفة عند المغاربة وهي المسمى بماء الدوش. هذه العشبة هذه فهي عشبة معمرة تنبت في بيئة رطبة، تنبت في بيئة رطبة في المناطق الجبلية، لها عدة أسماء. من هذه الأسماء كاين اللي معروف المغرب هو الماء الدوش، وكاين أسماء أخرى هي البردقوش والزعتر البري. الأصل ديال هذه العشبة هذه من في الحوض البحر المتوسط، كذلك شمال إفريقيا و جنوب أوروبا. أما من ناحية الاستخدام لهذه العشبة التي ترونها الآن، الاستخدامات ديالها عندها عدة استخدامات، ويمكن استخدامها وتستخدم كتابل للطعام، كما أنها تعتبر مكونا رئيسيا في عدة مطابخ معروفة مشهورة مثل المطبخ الإيطالي والمطبخ الفرنسي وكذلك المطبخ الشرقي بشكل عام. اما استخداماتها في المغرب فهي تنحصر فقط كمنكه، حيث تضاف مع السلميه مع النعناع وكذلك العطرشه والشيبه وازير الى الشاي، اي انها تصبح تلعب دور منكه فقط ولا نستعملها في اشياء اخرى الى القليل منها. لذلك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الاستعمالات الاخرى الاضافيه لنتعرف على مزاياها الطبية وكذلك نتعرف على مضارها وأخطارها على صحة الإنسان. والسلام عليكم. ثاني شيء هو معرفة الفوائد الاستعمالات المفيدة لماء الدوش. لقد تم استعمال عشبة ماء الدوش أو ماء الدقوش منذ القدم في الطب التقليدي لعلاج العديد من الحالات المرضية، وحاليا تم استخلاص العديد من المواد الفعالة من هذه العشبة وإدخالها في تصنيع العديد من أنواع الأدوية. ومن أهم فوائد هذه العشبة طبيا، هناك علاج مشاكل واضطرابات الجهاز الهضمي. فمشروب الماء الدوش يعمل على زيادة كفاءة الهضم عن طريق زيادة الأنزيمات الهاضمة واللعاب، ويحسن الشهية ويخفف من الغثيان والقيء ويعالج انتفاخ البطن. وبالإضافة إلى ذلك، فمشروب ماء الدوش يخفف من تشنجات البطن المؤلمة وينبه تدفق العصارة الهضمية. كذلك من فوائد هذه العشبة تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وذلك عن طريق خفض ضغط الدم ومنع تراكم الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية عن طريق توسيع الشرايين. للماء الدقوش أو الماء الدوش فوائد مهمة للجهاز العصبي، فهو يخفف من الأرق والقلق ولو تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، كما أنه مضاد للاكتئاب كذلك أنه يحمينا من السرطان. فالأبحاث الطبية الحديثة تشير إلى أن الماء الدوش له خصائص مضادة لتكون أورام الثدي عند النساء، كما أنه يحد منهم الأورام. لماء الدوش خصائص مضادة للالتهابات، وهذا مهم خاصة في فصل الشتاء، ما يجعله يساعد في علاج التهابات الصدر واللوزتين والتهاب القصبات الهوائية والربو. يتم تطبيقه موضعيا لتخفيف آلام المفاصل والعضلات وآلام الرأس وأوجاع الأسنان، كما أنه مهدئ وطارد للغزة، وله كذلك تأثير مسكن ومضاد للاكتئاب كما قلنا سالفا. اما بالنسبه للنساء فيمكنهن ان يستفيدن من هذه العشبه، حيث انه ينظم الدوره الشهريه لديهن وتخفيف متلازمه ما قبل الحيض عن طريق تخفيف تشنجات الحيض المؤلمه وانتفاخ البطن.
كما يستخدم ويستعمل كذلك في علاج بعض الامراض الجلديه مثل حب الشباب وقشره فروه الراس عن طريق تطبيقه موضعيا على المنطقه المصابه. كذلك من الفوائد الاخرى المعروفه عن هذه العشبه انه يعتبر منشطا عاما للجسم، ويعتبر منبه للرحم كذلك، وجيد في علاج الام المعده، ويعتبر ملين وهاضم خصوصا الذين يشتكون من الامساك الحاد، كما انه يستعمل كعلاج خارجي لعلاج الزكام، وذلك بتدليك الانف بمرهم عصير عشبه المددوش. ويفيد كذلك مغلي المددوش في علاج التهابات تحسس الانف الذين يعانون من حساسيه الانف. يستخدم في الصناعات الغذائيه على نطاق واسع، مثلا يستخدم كتابل من التوابل للطعام مع كذلك الخضروات واللحوم. للمادة الدوش كذلك علاقة وثيقة بتوسيع الشعب الهوائية وإزالة الصداع النصفي الشقيقة. أثبتت الأبحاث أن لمستخلص هذه العشبة تأثيرا محفزا لجهاز المناعة يساوي تماما التأثير الذي نعرفه لحبة البركة، حبة السوداء. إذا فهو يرفع من المناعة الجسم، ونعرف بأن المناعة الجسم هي التي تقينا وتحفظنا من الأمراض. له كذلك تأثير مضاد للالتهابات وخافض للحرارة، يفوق تأثير بعض الأدوية القياسية المستخدمة في علاج هذه الأمراض. إذا فهو مهم كذلك بالنسبة عندما نصاب بارتفاع الحرارة. يستخدم كمضاد للميكروبات إذا وضع مع اللحوم المصنعة كمادة حافظة طبيعية. يمكن استعمال هذه العشبة كنقيع بإضافة 2 غرام من زهور وأعصار مادة الدوش في كأس من الماء البارد، وتركه من 5 إلى 7 ساعات، ثم شرب فنجانين كأسين صغيرين في اليوم ولمدة قصيرة. ويمكن استخدامه كذلك كمستخلص بإضافة 2 غرام من زهور وأغصان هذه العشبة في كأس من الماء مغلي، أي يكون الماء مغليا، ثم شرب فنجانين في اليوم ولمدة كذلك قصيرة. بما أن الأعشاب بصفة عامة لها سمية وأنها سامة إذا استعملناها بشكل مفرط، فكذلك مادة الدوش له أضرار وله آثار جانبية. من هذه الأضرار والآثار الجانبية نذكر ما أجريت عدة دراسات لمادة الدوش، وقد أثبتت أن خلاصة هذه العشبة آمنة تماما إذا تناول بمقدار جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، كيلوغرام من وزن الجسم. هذا هو المقدار الذي يجب ألا نتجاوزه وأن نحترمه، وهو مقدار جرام من هذه العشبة لكل كيلوغرام من وزن الجسم. كما أن استخدامه لمدة شهرين لم يؤثر على وظائف الكبد والكلى والدم. ومن أضراره كما قلنا، إذا استخدم في فترة طويلة ولمدة طويلة فقد يسبب السرطان. كذلك تطبيق وضع أوراق هذه العشبة الطازجة على العين أو الجلد قد يسبب التهيج هما، يعني نوع من الحساسية. كذلك تناول البردقوش أو المد الدوش بكثرة يسبب النعاس. كذلك تناول هذه العشبة غير آمن بالنسبة للأطفال. البردقوش كذلك له سلبية أخرى، وهو أنه يبطئ عملية التخدر بما يزيد من فرص حدوث كدمات ونزيف عند الأشخاص الذين يعانون من بطء ضربات القلب. كذلك قد يسبب في انقباضات الرحم والولادة المبكرة أو الإجهاض. كذلك من أضراره يمكن أن يبطئ من معدل ضربات القلب، لذلك لا ينصح بتناول لمن يعاني من بطء ضربات القلب، فعليه أن يبتعد ويتجنب هذه العشبة. كذلك الأشخاص المصابون بحساسيات تجاه الأعشاب الشفوية لا يجب مثلنا فليو إلى غداري، لا يجب عليهم تناول البردقوش وريحان النعناع. كذلك يساهم في تفاقم أعراض قرحة المعدة، الذين يعانون من قرحة المعدة عليهم تجنب هذه العشبة. من أضراره كذلك إفراز سوائل الرئة بما يزيد من مشاكل انتفاخ الرئة وربو، إذن الإكثار من قد يعطي نتائج عكسية تماما. كما أنه يتسبب في احتقان الأمعاء بما يفاقم أو يزيد من تفاقم مشكلة انسداد القنوات الهضمية.
كذلك يمكن ان يؤدي الى اضطرابات على مستوى اضطرابات المستوى السكري لدى مرضى السكري. اذا مرضى السكري عليهم تجنب تناول هذه العشبه لانها ربما قد تؤدي على معدل السكر في الدم. كما يجب التوقف عن تناول الرداقوش او المرد الدوش باللهجه المغربيه قبل اجراء العمليات الجراحيه بفتره لا تقل عن اسبوعين، وذلك تجنب حدوث النزيف اثناء الجراحه او حتى بعدها. قد يعمل على انسداد المسالك البولية بما يزيد في التهابات بها، كما أنه قد يزيد من نوبات التشنج. هذه العشبة كذلك لها آثار جانبية، حيث يمكن أثناء تناول مضادات الكولين مثل الأتروبين والسكوبولامين وبعض الأدوية الخاصة بالحساسية مثل مضادات الهستامين وبعض مضادات الاكتئاب قد يقلل من فعالية هذه الأدوية. لذلك يجب استشارة الطبيب أو عدم تناول هذه العشبة أثناء تناول هذه الأدوية، فهي قد تعطي نتائج اللي هي سلبية. كذلك هناك أثر آخر سلبي، وهو تناول مد الدوش مع أدوية الخاصة بمرضى الزهايمر أو الزهايمر والجلوكوما، زرق العين، مرض يسمى الجلوكوما هو زرق العين، قد يزيد من الآثار الجانبية لهذه الأدوية. وهناك الكثير حتى لا أطيل عليكم، أشكركم على متابعتكم لهذا الفيديو، ودمتم في رعاية الله، وإلى عشبة أخرى جديدة نتعرف على مزايا الطبية والغذائية والصحية، وتعرف كذلك في نفس الوقت عن أضرارها حتى نتجنب مخاطر على صحتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.